حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت شركة فوكس موفل المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات أن مبيعات سيارات شركة تويوتا اليابانية في العراق تصدرت على غيرها خلال الربع الأول من العام الحالي. ذكرت الشركة أن سيارات تويوتا أصبحت في الصدارة، حيث تم بيع 9548 سيارة بارتفاع فقط نسبته 24%، تليها كيا ثانيا بإجمالي مبيعات بلغ 8471 سيارة بارتفاع فاق 4%، بينما احتلت شركة هيونداي المرتبة الثالثة. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع استقرار أسعار برنت، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل دولاراً و15 سنتاً ليصل سعر البرميل الواحد إلى 82 دولاراً و10 سنتات، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط دولاراً و15 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى 84 دولاراً و95 سنتاً. انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية والأمريكية بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها منذ شهر أيار لخام برنت، وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام في آب المقبل بسعر 80 دولارا و5 سنتات للبرميل، وانخفضت أسعار النفط بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، حيث خف الحماس تجاه الطلب الصيفي بسبب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية بحسب رويترز. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى زيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. هذا وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2333 دولارا و62 سنتا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 من الشهر أو منذ 12 من شهر حزيران في وقت سابق. ولم تتغير العقود الأمريكية الآجلة للذهب، إذ بقيت مستقرة عند 2347 دولارا و30 سنتا للأونصة. وضعت المفوضية الأوروبية موازنة عامة للاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 200 مليار يورو للعام 2025، وتشمل النفقات المتوقعة للدول الأعضاء الممولة أو الممولة من الموارد الخاصة. وقالت المفوضية إن الموازنة تهدف إلى تعزيز التحولات الخضراء والرقمية وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا ودورها العالمي، إلى جانب استمرار الدعم لأوكرانيا وشركاء أوروبا في الجوار الجنوبي وكذلك لغرب البلقان. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.